في وكالة الأناضول التركية نقرأ تقريرا حول إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أبلغوا من قبل إسرائيل بأنها لا تعتزم إعادة احتلال قطاع غزة ما بعد الحرب، ولكن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تخالف ذلك. وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في أكثر من مناسبة إن أهداف الحرب تتمثل في إنهاء حكم حماس لقطاع غزة والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الرهائن من قطاع غزة، لكنه غير تصريحاته وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل سيطرته الأمنية على قطاع غزة طالما كان ذلك ضروريا لمنع الإرهاب. تصريحات نتنياهو لم تكن هي الوحيدة لمسؤول إسرائيلي. وفقا للأناضول، فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت إنه لن يكون هناك تهديد أمني لدولة إسرائيل من غزة، وستكون لدى إسرائيل الحرية الكاملة للعمل في المجال الأمني. فيما تتناغم هذه التصريحات مع قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي برفع أعلام إسرائيل في شمال قطاع غزة مع تقدم الدبابات والآليات العسكرية هناك.